قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال ما هي مشاريع المعرفة المجانية التي تدعمها مؤسسة ويكيميديا؟ هذا الأمر قد يصيبك بالدهشة، لكن ويكيبيديا هي واحدة من 14 مشروع ويكي. وهناك أيضاً ويكيميديا كومنز، أكبر مكتبة وسائط مجانية في العالم، تتميز بصور ومقاطع صوتية والمزيد. ويكي بيانات هي قاعدة بيانات لمشاريع ويكيميديا بملفات متاحة ومجانية للأشخاص والآلات لعرضها واستخدامها. ميديا ويكي هو برنامج ويكي مجاني ومفتوح المصدر، يعمل على تشغيل ويكيبيديا والكثير من المواقع الإلكترونية. ويكي مصدر هو مكتبة مجانية من النصوص الأصلية والوثائق التاريخية بدءاً من الشعر وانتهاءً بالسجلات الحكومية. ويكي الكتب هو مجموعة من الكتب النصية مفتوحة المحتوى يستطيع الجميع تحريرها. كما أن هناك مشاريع قائمة على ويكي الأخبار لمواد الدورات التدريبية والتعاريف والاقتباسات والفصائل والسفر وتنسيق المشاريع. هذا شرح لمشاريع المعرفة المجانية التي تدعمها مؤسسة ويكيميديا في دقيقة واحدة.